فقرة فنية، بس الفقرة الفنية هي موجودة معنا حاليا. رح نحكي عن نقش الحنة اللي هو بيكثر في الهند وكمان في البلاد العربية. البنات صاروا كتير عم بيعملوا نقش حنة، سواء في المناسبات وحتى كمان في الأعراس. وأكيد مشاهدينا أنتم بتعرفوا أنه كمان في عاداتنا وتقاليدنا الفلسطينية كمان، أنه حتى العريس كمان في إله بيكون حفلة حنة، وأيضا العروس بيكون إلها سهرة حناء بنسميها. فرح نشوف شو هي الحنة أصلا، وإيش ألوانها، وإيش أنواعها، وإيش هالفن اللي فعلا صار منتشر بشكل كتير كبير في المجتمع الفلسطيني مع رسامة الحنة عارين قشوع. يسعد صباحك عارين. يعني عارين، إحنا اليوم بدنا نتعرف على إشي هو كتير منتشر في المجتمع عندنا هون، وكتير عم بنشوف في إقبال ممكن نحكي عليه. بالبداية بدنا نعرف إنه الحنة شو هي أصلها أصلا. الحنة هي عبارة عن نبتة أشجار، أوراق الحنة بياخدوها بنشفوها بيعملوا منها الحنة، بيضيفوا لها الصبغات علشان تعطي الالوان. هي بالاصل اللون البرتقالي الفاتح اللي بيعطيك اياه على الجلد. صار الجديد يضيفوا لها الصبغه عشان تصير تعطي اللون الاسود، بيضيفوا لها مواد ثانيه علشان تعطي اللون الاحمر الداكن. طبعا عندنا في فلسطين او في اي مكان من ايام اجدادنا الحنه منتشره، استخدموها للشعر، لتقويه الشعر، بحنوا شعرهم، استخدموها للعروس لتزيين العرائس. بالزبط. طبعا كانت شيء تقليدي موجود دائما انه كل عروس لها قبل ليله يوم عرسها ليله الحنه، يجوا اهل العريس يجيبوا الحنه مزينه بصنيه وعليها الورود، يرقصوا الحنه قدام العروس ويحنوا العروس. ونفس الشيء للعريس كمان، انه في حنه للعريس بتوفر دائما. في ناس لساتهم ماشيين على هاي التقاليد انهم بحنوا العروس بحنوا العريس. هاي الايام في ناس لا، صاروا خلص انهم يكتفوا انها العرس تروح على صالون او تروح عند خبيره تحنيها، ما في حلاله الحنه. اما في ناس لساتهم في يوم بسموه يوم النقش. بالضبط. انهم بتيجي العروس، قرايب العروس واخواتها، وكل عيله العروس بيجيبوا واحده مثلا على البيت، بيعملوا حفله وبتنقش حنه لكل اللي موجودين. وهذا هو اللي كنت بحكي فيه، اللي هو العادات والتقاليد. العادات والتقاليد. عارين احيانا بنشوف في كثير، يعني ممكن يكون في انواع للحنه، يعني يمكن الواحد بفكر انه هي الحنه خلص هي حنه شيء واحد. هل فعلا لها انواع يعني معينه؟ يعني رسومات الحنه الهنديه اللي هي بتكون فيها رسومات كثير، فيها خطوط كثير، فيها يعني تكون فيها اشياء معقده، تفاصيل اكثر لانهم بحبوا الحنه كثير. بضيفوا لها كمان للحنه مواد على اساس تعطيهم لون اغمق، لانهم بحبوا اللون الغامق. عندك الحنه في الخليج نفس الشيء، بحبوا التفاصيل في الحنه، بضيفوا لها. في عندك ماده اسمها اللي هي الزيت، هي زيت المحلبيه او زيت ميسو، بضيفوا لها الحنه عشان تعطي لون اغمق للحنة. سواء في الخليج او في حتى في السودان نفس الشيء، بيستخدموها لزيت المحلبيه، بيضيفوها للحنة. اذا بتنتبه السودانيين دائما حنتهم بتكون على غماق، يعني حمراء بس فيها لدرجه السواد، لانه بضيفوا زيت المحلبيه. مره سالت واحده سودانيه قالت لي بنضيف زيت المحلبيه فبتعطيني اللون الغامق للحنة. يعني حتى ممكن نعطي درجه سواد اكثر، سواد اكثر او احمر اكثر. مش شرط سواد، بس المهم بس انه انت الحنه اللي بتستخدميها اذا كانت حمراء او سوداء وضفتي لها زيت المحلبيه بتعطيك درجه اغمق من اللي هو موجود، بتكون مكثفه، بتكون لون مكثف تاعها. بما انه رحنا للاسود والاحمر، اذا في عندنا الوان للحنه، احكي لنا شوي عنها. هو اللون الاساسي للحنه الطبيعي اللي هو اللي بيكون على لون برتقالي لما يستخدم الحنة الأساس الطبيعية، يعني الحنة الأعشاب. بعدين صار يزيدوا لها ألوان، الصبغة اللي تعطيك لون أحمر صار يعطيك منها اللون الأسود، وضيفوا صبغة للحنة بصير تعطيك اللون الأسود لما تحني فيها. أغلب العرائس هالأيام صار يميلوا للون الأسود أكثر من الأحمر، زمان كان الأحمر اللي دارج، هالأيام الأسود. حاليا دارج لون جديد الابيض، برسم بلون ابيض بلون الحنه في الوان الاحمر الابيض. بس الابيض هل فعلا ببين مثل يعني بيكون بارز فعلا على المكان؟ بيكون بارز عادي جدا، يعني زي اللون الاسود، بس انه يعني نفس الحنه السوداء او الحمراء بس بيكون لونها ابيض، بترسم فيها وبتكون على الرسم على الايد لونها ابيض. جميل جدا. علينا يعني احنا بعد ما تعرفنا شوي على يعني على طبيعه الحنه وعلى انواعها والوانها، حابين نعرف عن عارين تحديدا انه من امتى انت بلشتي فعلا في هذا المجال، وهل بلشتي فيه بناء على رغبه عندك او بناء على ممكن شفتي حدا وحبيتي انك تجربي مثله، ولا كيف بلشت عارين مع الحنه؟ ويا ريت معتز تفرجينا صور لبعض شغل عارين. انا في البدايه انه بحب الحنه كثير بس نفسي انه حدا يرسم لي، فيوم الايام كنت عجبتني رسمه وبدي حدا يرسم لي اياها، بس حكيت ليش ما انا احاول ارسمها، فحاولت اني انقل الرسمه عن الجوال ورسمتها. اول مره طلع عندي غلطه بسيطه، المره اللي بعديها صارت احسن، صرت مره بعد مره انه احني لخواتي لبنات عمامي اي حدا حوالي احني، ولقيت تشجيع من اللي حوالي انه لا حلو عم تطلع نفس الرسمه. فيا اما برسم نفس الرسمه او بغير اشي تفصيل فيها بسيط،
يعني مثلا مرات نفسها الزبونة بتقول لي غيري لي تغيير بسيط فيها بغير لها. حلو. فمرة على مرة صارت الرسمة عندي الرسمات تتحسن أكثر، مرة على مرة صرت أعرف أكثر إنه صرت أحني عرايس عندي، أحني لأخواتي للجميع، حدا أي حدا حوالي أحني. فهيك لحتى تطورت، بعدين لقيت تشجيع من امي واخواتي انه ليش ما استغل هاي الموهبه. هي يعني انا ما اخذت لا دوره ولا شيء، من حالي تعلمتها. ليش ما استغلها وانه اعرض عند حدا اني اروح احني عنده. حلو. كتير واصلت مراكز وصالونات، الاغلب انه عندهم بنات بحنوا اللي اصلا ما في عندهم حنة. فعملت سناب شات اساس اني اصير اعرض شغلي عليه، وضفت البنات، وعندي فعل اني انا بحني عندي في بيتي. حلو. اما في طول كرم اساس بنات طول كرم كثير سالوني كيف بدك تيجي تحنينا، تواصلت مع مركز اروماتيك بيوتي كلينيك اللي بمجمع ابو حسيب، واتفقت معها انه سبت واربع اسير اروح عندها على الحجز يعني المسبق. يعني عرين ممكن نحكي انه انت فعلا تعلمتي ذاتيا كل هاي الامور. أيوة. واشتغلتي على حالك وفعلا لك فتره منيحه فيها، وهلا صار هو ممكن مصدر رزق كمان، بدل ما الواحد ممكن ما في عنده شيء يعمله بالحياه، انت عم تعملي شيء بحياتك. يعني انا بشتغل مدرسه بمدرسه خاصه مدرسه. وبزياده الحنة صارت عندي موهبه، صرت اتابع اللي بيرسموا حنة على سناب وهيك. مدرسه ايش؟ انا مخلصه تربيه تكنولوجيه بس بدرس علوم. تكنولوجيا وحنة وعلوم نحكي. طيب جميل جدا. فانه صرت اتابع تعين اللي بيرسموا الحنة الاخصائيات، فلا انه لازم اصير مثلهم، انه تابعت اكثر من واحده لازم اصير مثلهم، صرت اتبع مع نفسي اتعلم احاول اكثر. يعني بدايتها كانت رسومات بسيطه، ارسم ورده خطوط. نعم. بعدين قررت لا لازم اروح على الرسم الهندي، اني اتعلم كيف الرسم الهندي، اركز في الرسم، اعرف من وين ببدا بالرسمه وارسم الرسمه. وعارين يعني هذا الشيء اللي معك اللي احضرتي لي انك بدك ترسمي لي، فانا ماشي وافقت بس بشيء بسيط ممكن. أكيد. اوكي بس مش مشكله، ممكن خلال وانت عم تعملي لي ممكن نحكي شوي. أكيد. بالتفاصيل. تمام. اوكي يعني بس بالبدايه يعني حابه اعرف، هل فعلا يعني هاي الحنة ممكن اللي هلا حاليا عم بنشوفها هاي جاهزه بتكون، ولا هي بتكون معده وانت ممكن في معد جاهز بيكون محطوط في الاكياس، وفي منه لا بيكون انه انت بتعمليه في البيت، بيكون بودره بتضيفي لها المي وبصير عندك صبغه بتستخدميها للحنه. فانت بتعملي الكيس هذا في البيت من اكياس تغليف الهدايا، هي عباره عن مربع وبتلفيه بشكل مخروطي وبتخلي خزق بسيط لانك تقدر تنزل الحنه منه. في الجاهز، فيه منه نوعيه بتكون منيحه انه بتصبغ معاكي وبتكون حلوه، في نوعيه لا بس مجرد ما يجي المي على ايدك بتحل زي الحبر. وهون ممكن نحكي ايش السبب اللي ممكن يكون في هاي الاشكاليه؟ بتكون نسبه الصبغه فيها قليله، او يعني نوعيه الصبغه اللي مستخدمينها انها مش صبغه منيحه. تمام. لا في ناس بضيفوا زيت المحلبيه زي ما قلت قبل شوي، هلا في ناس عندهم في البشره حساسيه. مفروض قبل ما تحني تحكي للي بتحنيها انه عندي حساسية، مثلا بتجنب اني اضيف زيت المحلبية، او بجرب على ايدها، بعمل تيست على داخل ايدها من جوا بشوف كيف الرسمة، انه اذا تحسست الصبية او ما تحسست ما بستخدم لهاش الحنة. حلو. يعني ممكن نحكي شوي انه في رسمات بتكون مليانه شغل، يعني بتكون معبيه بتفاصيل فعلا كتير منيحه. صح. وفي ممكن اشياء تكون كتير بسيطه. قديش ممكن يكون في صعوبه لدى البنت اللي بترسم بالحنه فعلا بهديك التفاصيل، خاصه الصغيره، ولما بنحكي عن اشي سائل وممكن يتخربش باي حركه او اي شغل. اهم اشي انه البنت اللي بتحنيها ما تكون كتير تتحرك. يعني انا ما اتحرك ولا انت؟ انت. انا ما اتحرك. اوكي. لان انا بكون يعني بده تركيز كتير، خصوصا اللي فيها تفاصيل بدي اركز فيها مزبوط، بدي عشان تطلع معي الرسمه صحيحه فلازم اركز مزبوط. هلا كتر الحركه الا ما تعمل فيها غلط. مرات هذا الغلط انه بتقدري تتحكمي فيه، بتقدري انك تضبطيه تعملي شيء ثاني، يعني مثلا تكون الورده بشكل تقدر تكبريها. حلو. مثلا الفراشه تقدر تكبريها. مرات خلص يعني انه بتكون الغلط تاع الصبية حركتها سبب غلط كبير، فدائما انا بنبه على اللي برسم لها انه ما تتحرك كثير، تحاول انها تكون ثابته، وبكون انا مركزه بشغلي يعني. بالضبط. بس يمكن هي اصعب شغله انت وخلال ما بلشتي تتعلمي هذا الاشي، ممكن اللي هي القدره على التركيز. ممكن هاي اصعب شغله، انه كيف مثلا اركز وانا الرسم مبلشه. يعني مثلا تكون الرسم مبلشه يعني هل ممكن يعني حكي معك هلا ممكن هذا الاشي بيكون مشتت، ولا انه مع الممارسه بيصير الاشي كتير طبيعي؟ مع الممارسه بيكون شيء طبيعي عادي. مرات لا انه تكون الحكي كتير بخربط، بس مرات لا حسب الرسمه، يعني انه الرسمه المعقده اللي بدها كتير
تحتاج لتركيز أكثر. حلو. يعني عارين بما انك صرتي بتشتغلي لناس وفي يعني في عدد منيح، كيف بتشوفي الاقبال على الحنة حاليا؟ وهل فعلا يعني بس العرائس ممكن صاروا، ولا في ناس ممكن بشكل بحبوا وبيجوا فعلا بدهم رسمات معينه؟ هاي الايام صار كثير الناس يحبوا الحنة، بحبوا يجوا يرسموا حنة سواء بمناسبه او بدون مناسبه، خصوصا الصبايا يعني صار يحبوا يرسموا الحنة. هذا جاهزين هيك صرنا جاهزين. معناته خلينا علاء ناخذ بس زوم للرسمة. في صبايا صار يحبوا الرسمات الناعمة اللي يعتبروها التاتو، انه يجي يرسم مثلا هون الانفينيتي او اشكال بسيطة العصافير، فكتير صارت كتير حلوة وحبيت انها كتير ناعمة وما شاء الله سريعة. يعني يمكن لو انا بدي اجرب هاي بدها تاخد معي لا ساعة. يعني الرسمة البسيطة بسرعة بتمشي، المعقد كتير بتاخد وقت شوي، بتاخد وقت بس. يعني ممكن كم نحكي ممكن اكبر رسمة عملتيها انت امبارح؟ لسه يعني حنيت عروس امبارح، اخذت تقريبا معي ساعة رسمتها، لانها كتير فيها تفاصيل، فيها نقاط، فيها دوائر، كتير تفاصيل، وكانت الرسمة تاعتها كبيرة وتسنيتها لحتى نشفت عشان حط لها السترس فيها. طبعاً بتضيفي لها سترس، بتضيفي لها البرق، في لاصق خاص للجسم بتحطي يعني على الرسمة، في أشياء صارت مكملة كمان. أيوة. إنه مش تكون بإمكانك تلونيها مثلاً، في صار كياس ملونة للحنة سواء أحمر أزرق أي لون، لاصق الجسم مثلا تحطي على الرسم، تحطي البرق تاعه بيلزق فيه، او الستريس عشان خصوصا للعرايس، يعني الستريس بيعطي حركه حلوه للرسمه، في رسمات ما بتكمل الا بالستريس، تعطيها حلاوه. حلو، جميل جدا. يعني هلا بعد ما حكيتي لي صورتي معلمه، فلازم انا يعني استاذه عارين يعني سلامي. فمن التكنولوجيا والعلوم ما شاء الله كمان موهبه في 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 رسم الحنة، وان شاء الله فعلا بتكملي بهذا بهذا الطريق، وبكون لك مكانتك لحالك، يكون لك في هذا المجال، وتصيري تعلمي كمان هلا ان شاء الله. هاي حاطتها في بالي، يعني حاطه في بالي. حلو الواحد يحط هدف في باله ويمشي على هذا الهدف، فانا حاليا حطيت في بالي هدف الحنة، فان شاء الله. والحلو كمان انك ما تعتمدي على الاشي اللي انت هلا حاليا فيه، كمان تعتمدي على امور خاصه، موهبه عندك او أكيد. هوايه بتحبي تعمليها انك تعتمدي عليها. كل الشكر لوجودك معنا. لا. وشكرا على الرسم اللي جدا رائع. على الاستضافه، يعطيك العافيه. الله يعافيك، كل الشكر. يعني هيك مشاهدينا من الرسم